زي ما شايفين في الفيديو اللي ظاهر قدامكم ده، قطعت البطاطس دي بتعمل كل حاجة، بتقطع البطاطس وبتقطع الخضار شيبسي وصوابع، وطبعا بتقطعه بكل سهولة ومش محتاجة مننا اي جهد. فطبعا قلت لازم اجربها واجربها معاك وهنشوفها فعلا هي بتقطع كويس زي ما شفنا في الفيديو ولا لا. القطاعة بتيجي في الكرتونة بالشكل ده، ده شكل القطاعة بسم الله، وبيجي معاها الشفرات دي، واحد اتنين تلاتة اربع شفرات، وهي فيها شفرة، لا هي فيها شفرة يعني هي بيجي معاها ثلاث شفرات لان المكان بنحط له واحدة فوق واحدة تحت، ودول اتنين واحدة والاتنين دول برضو شفرة، يعني ثلاث شفرات. هي مفيهاش قطع كتير، هي بس القطعة دي اللي هي الدراع. يعني مثلا انا اول حاجة هجرب الشيبسي، هحط شفرة بطاطس شيبسي، مكان الشفرة فيها تجويف كده شوية لجوه، من الناحية دي بتبقى برضو كده لجوه، وبعدين مشيها كده كده، ركبنا الشفرة دي ودي برضو كده، وركبنا التانية وبدخلها كده هنا، وبعدين بحط الدراع وبلف كده لحد ما يقفل كويس. لحد دلوقتي انا شايفاها ان هي القطع بتاعتها محكمة، وبعدين المفروض انها بتثبت كويس. يعني انا شفت فيديو لمجرد ما حطها كده وعمل كده يعني اتشعلق عليها ما اتحركتش. طبعا انا هحطها كده وبعدين اعمل كده بتتشال عادي. طبعا دي اول حاجة رخمة ان هي ما بتمسكش كويس زي ما شفت في الفيديو ان هو مسكها واتشعلق فيها ما اتحركتش من مكانها. بس في كذا حد قال لي ممكن تحطي تحت الكاوتشة كده مية، فانا جبت شوية مية احطهم. مش عارفة بقى في فرق بين الازاز والرخام، بس يعني هو لو هيمسك في اي حاجة. يعني حطيت مية هقفل، دي ما مسكتش اصلا، في الاول كانت بتمسك شوية بعد كده ما بقتش تمسك، فانا همسح المية. المية زحلقتها اكتر، ما تنفعش بالمية. خلاص تمام معايا، مش مهم انها تمسك، المهم ان احنا نجربها وتطلع كويسة كده وبنت حلال، بيتقطع كويس وبسهولة من غير ما نعمل احنا معاها مجهود. احسن حاجة فيها ان هي المكان بتاع البطاطس كبير، يعني اي بطاطس يا بطاطس دي كبيرة شوية تحط عادي بكل سهولة. نجربها بقى، بسم الله، نحط الطبق ونثبت بالمكبس بتاعها ونقول بسم الله. بقى عايزة اقول لكم سهلة جدا جدا. اول مرة اجيب حاجة بتعمل بطاطس شيبسي، عملت لي فعلا بطاطس شيبسي من غير مجهود، من غير ما احس كده ان انا بحارب معاها وما اتحركتش ثابتة. يعني هي اصلا مش ثابتة، بس وانا بعملها كانت ثابتة ما اتحركتش خالص من مكانها، عملت لي البطاطساية كلها زي ما شايفين. حجم بتاعها كان كويس جدا لك حجم بطاطس شيبسي، فعجبتني جدا في تقطيعها للشيبسي. يعني بسم الله كده اول حاجة ببتدي معاها عجبتني، يعني لا انا مبسوطة، لا عجباني. يعني اصلا انا غير بقى اي حاجة، حتى لو ما نجحتش في اي حاجة تانية، لمجرد انها عملت لي البطاطس الشيبسي بسهولة وعملت لي الشيبسية بالحجم ده وما هدرت ليش اي حاجة، يعني لا في اهي جزء صغير جوه بس مش مشكلة عادي ليه برضو مع الشيبسي دي، لا عجبتني جدا في تقطيع البطاطس الشيبسي. كده شفرة الشيبسي نجحت معانا، نجرب بقى بقية الشفرات. يعني هي كويس طبعا في الشيبسي، بس لو يعني كمان بقية الشفرات كويسة كده يبقى حلو قوي، اكتر خيرها بصراحة. هجرب كمان الشفرة دي لبشر الجبنة الرومي، والشفرة تغييرها سهل، مجرب بس ليها كده طرف طالع من هنا، مجرب بس هضغط عليه كده بتطلع لي بكل سهولة، وادخل الشفرة التانية مكان، وبرده دي ربع كيلو، بصوا دخلت بكل سهولة، عايزة اقول لكم المكان بتاعها كبير. يعني هثبتها كده ولا لا، احط ايدي وبعدين لما توصل لتحت شويه احط عليها المكبس بتاعها، وبعدين الف كده. حاسه الجبنه رومي عايزاني شويه اقوم اقفلها، محتاجه ضغط شويه لتحت وانا بلف، انا مش هملكها وانا قاعد. اعمل كده هي برضو بتبشرها بسهولة، بس هي يعني لما مشيت شوية هي صغرت شوية بقت أسرع، ممكن عشان كانت القطعة كبيرة في الأول. دين بقى استخدم المكبس، بصوا هي محتاجة بس قوة شوية. يعني أنا مش عارفة ألعب فيها ولا في الجبنة الرومي إن هي ناشفة،
بس هي ممكن عشان حاطه قطع كبيره مع بعض يعني ربع كيلو ممكن كنت اقطعها نصين كانت هتبقى افضل من كده. طب هجرب احنا فيها ممكن ان انا اقطعها دي نصين اشوفها هتبقى اصغر هتبقى افضل ولا قطعه الجبنه الرومي كبيره زياده عن اللزوم. وبعدين هنزلها كده ده ايوه كده للاسف بشره الجبنه الرومي كل سهوله وبهدلت لي كمان الدنيا بكل سهوله. فده برضو كان بشرها للجبنه الرومي وعجبتني ببشرها. وفي برضو نفس القطعه اللي بتبقى في الاخر دي اللي هي صغنونه خالص وهي مش بس للجبنه الرومي الشفره دي يعني الشفره دي ممكن استخدمها كمان للجزر لو انا عايزه اعمل سلطه كول سلو هحط بس بقى دي هحطها كده زي ما هي هي صغيره فهحطها كده زي ما هي. ده واضغط بالمكبس الجزر محتاجه اقف نلف كده خلاص بشرت لي برضو الجزر بس في جزء كده ايه ده في جزء من الجبنة الرومي اهي دي ما بشرتش وفي كمان جزر والجزر برضو الجزء الصغير ده ما بشرش هي بشرت دي هي عايزة حاجة كبيرة يعني الحاجات الصغنونة كده بتيجي للآخر وما بتعرفش تلفها. بشرت الجزر كويس بس برضو محتاج شوية مجهود يعني أنا عن نفسي البطاطس مجرد ما حطيتها عملت كده لفت فده اللي أنا عايزاه من كل حاجة وأنا بستخدم ما أحسش إن أنا بضغط وبعمل مجهود كده بإيدي. نجرب بقى الشفرة اللي بعد كده وهجرب الشفرة اللي بعد كده والشفرة دي بقى المفروض ان هي بتعمل زي البطاطس الصوابع بس على ارفع. ادي البطاطساية حطها وبصوا برضو حجمها عامل ازاي كبير ودخل لعيبتي بكل سهولة. دي احسن حاجة عجباني فيها على فكرة ان انا مدورلهاش في حجم بطاطس معينة او عايزة حجم بطاطس معين. لف بقى بسرعة هي بصوا هي سريعة قوي وحلوة قوي في البطاطس. البطاطس كده بتعملها بسهولة كده وليونة. هي اي نعم زي الشيبسي برضو شوية بتتحرك بس برضو بتلف بسهولة يعني. كده دي اخرها. في حتة محشورة. جزء ده من البطاطس لف وما عرفتش تعمله. بس تمام هي كده قطعت لي البطاطس. هي بقى مش صوابع. عارفين انتوا في اصلا ناس بيحبوا البطاطس دي جدا مقليه بتبقى مقرمشه كده وبتبقى طعمها حلو. واخر حاجه هجرب نفس الشفره دي بس في الخيار احط الخيار كده وبعدين هل شو السرعه اضغط عليها بالمكبس ايه ده هي راحت فين فبرضه قطعت الخيار كويس وبسرعه. بصوا بصراحه احسن قطاعه بطاطس جربتها لحد دلوقتي هي الشكل ده. دي بيقولوا عليها الغساله يعني لما بيجوا يكتبوا تفاصيل عنها بيكتبوا قطاعه البطاطس او قطاعه الخضار شكل الغساله او الغساله. بس فعلا احسن قطاعه انا جربتها ويعني البطاطس ما خدتش معايا مجهود وبسرعه حتى وهي مش ثابته يعني هي مش ثابته مش بتثبت كويس على الازاز ما اعرفش على الرخامه ايه هبقى اجربها على الرخامه بس حتى لو مش ثابته بتقطعها كويس جدا وبسرعه جدا وبتخليها يعني لا عجبتني جدا في البطاطس وبرده في الجبنه الرومي كانت كويسه الجزر كان كويس الخيار كويس. فاللي بيدور على قطاعه بطاطس يدويه ومش بتاخد وقت في التقطيع فالقطاعه دي عجبتني جدا جدا.